موسيقية إلهية في صوت فيروز فعلا، مش بس مطربة. الآن ولد منصور بيقولوا أنه هي مغنية، لا هي كومبارس. بتقولي أم كلثوم، بتقولي فيروز، بتقولي إديت كاف، بتقولي الأسماء، ما بتعودي بتقولي غير شيء يعني. فقال بي هي مغنية، قالوا طب راتب وخلق. شو هيدا؟ فيروز هي النبع اللي شربوا منه الأخوين رحباني، وبرضو كما يعني أن هي أيضا شربت من هذا النبع الذي هو نبع الأخوين. هي لم تنكر، نعم يعني نعم. يعني ليس علينا أن نقول أنها شربت، لأنها لم تنكر ذلك، وظلت على تواصل معهم، وظلت تتصل بهم وتسأل عنهم وتحميهم وتحميهم من أنفسهم. نعم ربما نعم صحيح. وذهبت لتعزي بمنصور بعدما حاولوا أن يمنعونها، أن يمنعوها من الوصول. هذه الألعاب تعرفين أنت، هذه الألعاب، لكن الناس لا تعرف وقد لا تصدق. لا فيروز هيدي مهنتها هلأ، ومفروض انه تحفظ كل الادوار، وهي ذكية وذاكرتها قوية. نعم. وبعدين تمرنت سنين طويلة من شان صارت هاي تلعب كويس، تمثل كويس، وتلحق وتغني كويس. تخمين راحت حلوة الحلوين، كان يرفقني فيها على البزق، قعد حدي على المسرح، كان نفسه قد ما كان قوي خوفني كتير. كان خايف علي، يمكن ما بعرف، ما سألته، بس لأني ما كنت حافظة منيح كان محفظني إياه، وغنيته دغري بالليلة. يا مركب الريح، يا مركب الريح، خلي البحر وانزل عبر، من طول فرقان دمعي فوق خدي عبر. يا مركب الريح، خلي البحر وانزل عبر، من طول فرقان دمعي فوق خدي عبر. حبيت والدهر علمني بحب وعبر. سرع شراع السفر على الهجر، قلبه نوى وعبر. عندما أصيب الأستاذ عاصي الرحباني على الراحل الكبير عاصي الرحباني بجلطة في الدماغ، ولم يعد قادرا على السيطرة على كان في تلك الفترة، كان قد ازداد مرضه. نعم. فراحوا يشتمون بفيروز، راحوا فوجئنا، كيف هل من الممكن أن يجري الكلام هكذا على فيروز؟ نعم. ثم توضح لاحقا أمام في الصحافة والإعلام، عرفنا، أنا كنت صحفيا بأول مرحلتي. نعم. عرفنا أنه منصور قدم ملفا إلى المطران جورج خضر، بغية أن يفصل، أن يطلق عاصي من فيروز، أراد تطليق عاصي. وعلمنا أن هذا الملف حوى من الكلام المزور وال يعني حتى أن المطران خضر رفض، رمى الملف وعاتب منصور وقتها. أستاذ، هل تقدم منصور الرحباني دون إذن مثلا من عاصي الرحباني يطلب
تطليق فيروز والزواج ماروني، تطليق او فصل، فسخ الزواج، الزواج ارثوذكسي عفوا، ارثوذكسي عفوا، نعم. روم عفوا، فسخ الزواج ما بين السيده فيروز وعاصم، نعم، وقتها معروفه جدا يعني الكل أيام. بيعرفوها ايام، انا لا بالسبعينات، انا لا اعرف هاي الفتره بس بلشت الخلافات قبل 83 وحتى طفشت فيروز، هربت من البيت وهي لم تهرب من عاصي أبدا، محبتهما ظلت كبيرة على رغم كل الإشاعات التي سادت وقتها. منصور الفنان الذي أجله وأحترمه وفنان كبير، لكن على هذا المستوى ما بعرف لماذا تصرف. ماذا فعلت له فيروز؟ هل المسألة سيكولوجية؟ لولا فيروز لما كان هناك عاصي ومنصور، ظاهرة رحبانية، نعم. ولولا عاصي ومنصور لما كان هناك فيروز. في الوقت هو اللي بيقول كل الاشياء، بيحدد. صدر في بيان منذ يومين عن العباقرة ثلاثة حسب ما وصفتهم جريدة الأخبار، العباقرة الجدد حسب نعم ما نعم وصفتهم جريدة الأخبار، أعتقد الأستاذ بيير أبي صعب، قالوا حرم، حرم عمنا السيدة نهاد حداد، وكأنهم يعني نحن نفهم عيب، كأنهم عيب يلغون كل فيروز، عيب عيب ويعيدونها عيب إلى تلك النهاد. والأنكى من ذلك ذكروا هلي، أوه عيب عيب، هنوضح هنوضح، لأنه هلي مريض ومشلول وعيب عليهم. هل أسألك سؤال، شعرت بحزن فعلا وأنا وشعرت شوف. ب يعني ما ممكن واحد يوصل لهالمستوى هيدا من لنوضح حكايه هلي، لان الناس اتركوا تتعب. هلي هلي طفل ما كبر لانه مريض ومشلول وما عنده وعي، فبتذكروه بالبيان، في اخبث من هيك كلام؟ يعني اريد ان اوضح للساده المشاهدين ان للسيده فيروز الطفل لم يكبر، اسمه هلي وانا شاهدته بنفسي، والسيده يعني على كرسي، نعم، مقعد على كرسي، نعم، وانا شاهدته بنفسي كم مره تركتني السيده فيروز لتقترب من هلي وترد عليه، لانه يعني يسال بلغه تفهمها السيده فيروز وحدها، وهذه السيده لم تقبل ابدا ان تضع ابنها في مراكز للعنايه الخاصه رغم انه ولم يحتاج تتاج به يوما، فاجوا هم يتحدثون عنها باحتقار، عيب عيب عيب، في احترام للانسان مهما بلغت المشاكل، هناك الانسان، اذا اسقطنا هالقيمه الانسانيه من الشخص عيب. يصفون ريما الرحباني بالحاقده، ايه طبعا طبعا طبعا، ريما هي الوحيده هلا اللي هي اللي عم بتدافع، يعني وحيده هي لحالها، زياد كما تعلمين يعني هو من بعيد، بس ريما هي الجندي الذي يواجه هذه الجبهة الكبيرة. استغلوا عدم تدخل زياد مباشرة في هذه القضية وقالوا ما هو زياد عارف بحقوق المؤلف والملحن، يعني حتى بدأوا يحدث شق هذه الألاعيب التي ما بين الأم وابنها زياد. وزياد هو طبعا مع فيروز 100% يعني، وهو كما تعلمين هم لا يحبونه، انهم يغارون منه لانه زياد عبقري فعلا، وهم حتى الان لم يعطوا شيئا. اين مشروعهم الفني؟ ماذا اعطوا من موسيقى؟ ماذا اعطوا من مسرح؟ زياد استطاع خلال هذه السنوات ان ينشئ مدرسه كامله. كانوا الناس لما يحضروا المسرحيه يظهروا حافظين اكثر الاغاني، يظهروا عم يغنوا، وهذا شيء حلو كثير. يعني الناس اليوم بتروح على المسرح تتفرج وبتظهر ما معها شيء، لا كلمة ولا نغمة، مريح يمكن هالشيء بس ما معهم زوادي للأيام اللي جاية. يا أخت زينب، يا أخت زينب، لو تدري عينك
كبير لا تولى قلبك التعب. عيناك بير لا تولى قلبك التعب. غيرتني غيرتني فأنا كالريح تحملني أنك اتجهت إلى أحيائك السولو. سيدة فيروز عاوزة تعيد تقديم مسرحية كذا. تمام. منصور لسه عايش يقدر يمنعها؟ لا. ما تاخد الإذن من الجمعية، إن أستاذ منصور بعضويته في الجمعية فقد الحق في أن يرخص أو يرفض. لكن فيروز عندما تتقدم من أساسية ما تطلب الإذن؟ ليس من حق. ده أنا برضو بقول. نعم. لا ده طبعا ده تعسف في استعمال الحق، يجوز ان تساءل. من الذي تعسف استاذ فادي في استعمال هذا الحق؟ اسمع هذا الكلام لاول مره. السلام الفرنسيه رفضت اعطاء ترخيص لفيروز برودكشن. ما هو السند القانوني للرفض؟ ان يجوز الغاء هذا القرار طبعا بمنتهى رفضت. اذا رفض يبقى هنا ده تعسف في استعمال حق ابيو دو دروا. يتحاسبوا ازاي دول؟ بنشتكي للسسام الفرنسيه اذا ما استجابتش. تشتكي حضرتك للسيزاك كونفدراسيون انترناسيونال ومقر باريس. هادي اللي هنجربها. لا وانا مستعد متضامن مع حضرتك ان انا احلها لك على مستوى سسام او على مستوى سيزاك، لان انا بعيده بيهم على مدار ال 40 سنه ومتطوعا كزماله. يعني نحن قاعدين بنضيع وقت على ثلاثه والقصه مع السسام الفرنسيه عم يضطهدونا كمان؟ لا لا والله لا والله مش هنسمح فيها يعني.